زيانين، نتمنى تكونوا على خير وبخير، احوالكم طيبه. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كي دايره اموركم؟ رمضان كريم، صوموا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والعافيه، وتكونوا مرتاحين وما خاصكم حتى شي خير. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل، كنت قلت لكم غادي تجيني واحد صفير على افلا، ودابا لقيتوني راني في لاكار ديال اكدان باش ان شاء الله ديريكسيون طنجه. جلي لي بها نتوما هذه اللي خديت كيف قلت لكم جوج. هادي كنت غادي نديرها للعيد، والخضر كنت غادي نديرو قفيقين، ولكن في الاخر انا قلت ناقصيني جليبات ندير هكايا جليبه من الاحسن. هادي درتها مخزنيه، والاخرى ان شاء الله خليتها حتى ل 5، ودابا غادي لقيتو عامر ديال الخمسه حتى ل 6 ان شاء الله، عاد غادي نركب غادي نوصل مع 7. ماشي مشكل، واخا غادي نوصل في الوقيته في 7، قسمين في الوقيته ديال الناس خصها تمشي للدار بالزربه، ولكن كنتمنى يدوز كلشي على خير وبخير. انا نطلب لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش جات هكا مخزنيه مع هذا الشال. هذا يلا خديته البارح، هانتوما في هاد لي بيرل هادو او موكاسا، ندير له هكا نيشان. المهم راه هو الباكطاج ديالي نهزو، وغادي نخرجو باش نتسنى على برا. وهذا مكان ازريان، شوف الدنيا خاوية. وقيلا الطرين اللي غادي يمشي مع 6 غادي يمشي خاوي، غنمشي فيه غير انا بوحديتي، حيت مكاينش اللي غادي يبغي يوصل قبل المغرب تقريبا ب 7 وقسمين. اويلي غنوصل مور المغرب، تتبدل مع 7 القسم. ويلي انا صحابني 7 وقسمين غتبدل مع 7:30. ويلي دابا خصني نقلب من ديما نفرق الصيام، انا غدا بحسابي غلط. ويلي على حالك، كنهضر مع وفاء قلت ليها غنوصل مع المغرب نيشان، وخدمت نقول لكم راني غادي نوصل وغادي نوصل وقيته ديال الفطور، غتكون الدنيا مبرزطه. دابا انا غادي نوصل من مور الفطور مع 7 وقسمين. ويلي ما عرفت كيفاش غادي ندير. ويح الله نوصل تما، ويح الله ياك على الله يجيب لنا ربي قدامي شي يلقى شي مول طاكسي ان شاء الله، نتمنوا خير. ويلي دابا عاد كنحسبها لقيت راسي غادي نوصل مور المغرب. ويلي على حاله، وكيما ماشي مشكل. ناري جاتني الفقصه، نوض نقلب ناخذ شي حاجه نديها معايا باش نفطر بها وصافي. هذا ماكل البنات، هنا كيف ما كتشوفوا دزت الماكدو، خديت واحد سلطه سيزار مع هاد لاصوص سيزار، ما عرفتش شنو كيعطيو معها اخر. المهم غير بيدمان يأذن، ها نتوما شي حاجه صحيه وصافي باش نقضي وصافي، المهم ما نبقاش بلاش. وهذا ماكل انا وصلت لطنجه هانتوما، ما بانش ليا الطاكسيات، الدنيا خاويه، نتمنى ان شاء الله يا ربي تيسر هكا في شي طاكسي. المهم انا غادي نشوف. صباح الخير، كيصبحتوا لاباس عليكم مزيانين؟ المهم هذا النهار الثاني في طنجه، غادي نرجع بحالتي اليوم، غنقضي غير شي شغيل بالزربه وغادي نهبط نمشي بحالتي للطران باش نركب ونرجع. دابا راه 10:30 ديال الصباح، خرجنا بكري وصافي هذا مكان. المهم الا لقيت كيفاش ندير دابا نقلب لكم الكاميرا. صافي حبست حتى يساليو من كيديروا في الانترفون، ما علينا. خديت البنات هذا كيف قلت لكم ب5 دراهم، وخديت مبخره، راكم عارفين رمضان خاص المبخرات، وداك الشيء ما كانتش عندي صراحه، وكنت كنعكز عليها، وملي مشيت لقيتها صافي خديتها. وخديت البخور، ماشي شي بخور، هذاكم سمعوا البخور يسحبكم العود وداك الشيء، لا داك الشيء على قد جيبي. خديت هذه المبخره، ها انتم كي كتشوفوا هنايا فين كديروا داك الفحم، هادي كتخدم غير بالفحم، هذاك داك الحجر ديال الشيشه تيكون مدور، ها هو اللي كديروه هنايا، كتسخنيه وكتحطيه هنا صافي، وكتدردري عليه شويه ديال البخور، وكتسدي وكتطلق الريحه. البخور كديريه في هذا المجير هذا. هادي البنات خديتها هي 60 70، والله ما عقلت شي، غير من الصباح لدابا نسيت، راه ولات عندي واحد الذاكره راه ما كتشد لي حتى شي حاجه. المهم هي 60 70 بحال هكذا،
نتوما كيف كتشوفوا ديال الخشب وزوينه، وخلاص البخور ملي كيدار في الخشب كيعطي ريحه زوينه ماشي بحال ملي كيدار في الحديد. وخديت هذه ديال سلوى، البخور ديال سلوى هذه خديتها ب 30 درهم. كنشوف صراحه ماما كتاخذها، هذه جوزتي كتاخذها، كلشي عنده في الدار اختي كتاخذها، وقلت انا ناخذها. والله الا فيها البخور ريحه غزاله كتعطي. هذه 30 درهم هانتوما، البخورها هو هنا الداخل فيها الريحه فينا. هذه حتى كتحليها وكتدي القياس ديالك كديريه في داك المزير لتحت، شوفوا حتى الشكل ديالها جايه زوينه. 30 درهم الثمن صراحه رخيص وريحتها زوينه. صافي دابا هذه غتبقى حدا هذه هذه وهذه غيبقى وحده حدا. شنو خديت اخر؟ خديت العود، هذا ديال الند، هذا ديال العود، وهذا ديال ند الصندال. ريحتهم فن ريحتهم والله القسم الا زوينه بزاف. انا كيعجبني هذا الشيء، وملي لقيتهم رخاصين صافي خديتهم. وخديت واحد الدريره ديال حياتي هكا هكا ديال الشمال، كيف كتشوفوا فيها هاد العيبات هادو هكا. هذه خديتها ب 10 دراهم زوينه عجبتني هكا، كتكون هكذا كانت عندهم، وفيها الطريزه غير الطريزه غير في هاد الجهه، وب 10 دراهم زوينه كبيره زعما راه ماشي صغيره، هانتوما كبيره وفيها هاد الشريشيبات من الجناب. شفتها خالتي قالت لي والله الا لا راه رخيصه، خديتها انا وخداتها حتى بنت خالتي، خداتها الاختها ماشي ليها. ايوا المهم هادي. وخديت واحد البودي والسروال نلبسهم تحت الجلابه ان شاء الله، عجبوني بزاف كنت كنقلب عليهم، ملي لقيتهم صافي خديتهم. ها نتوما مشبكه كامله مشبكه، وفيها الدونتيل في العنق في الابيض، كاين في الكحل وكاين الابيض وكاين الباج. انا الكحل عندي واحد لونسومبل هذا النيت، هو السروال كان جابته ليا ماما، وبغيت الابيض دابا باش الابيض غادي نلبسو مع الجلابه ان شاء الله البيستاج. شفتوا كيفاش جايه كلها مشبكه، وحتى من اليدين كلها شبكه، وفيها هذا الطونتيل هذا كيف ما كتشوفوا كيجي زوين. هذه ملي كتلبس تحت الجلابه، والجلابه كتكون شويه واسعه، واخا كطلع هكا كيبقى يبان واحد المنظر زوين ديال الشبكه، ماشي بحال نتوما كتبقى تبان الشبكه زوينه، ماشي بحال ملي كيكون بحال هكا تيبان عادي. شفتوا هذا التريكو البودي، والسروال ديالها حتى هو كله شبكه، كله شبكه وجاي لتحت، وفيه حتى هو هذا الدونتيل هذا مع الجناب. صراحه عجبتني، وفي الابيض حمقاتني، كنت كنقلب عليهم، وملي لقيتها لقيت وحده، لقيت وحدين. انا صراحه ما كنتش باغيه هذه اللي كلها شبكه، كنت باغيه وحدين، كيجي واحد هنا حد الركبه، حد الركبه كولون، ومن الركبه لتحت شبكه. هذوك هما اللي كنت باغيه، لقيت غير السراول بوحدهم، ما لقيتش معاهم الفوق ديالهم، وانا بغيت هكا فوق ولتحت. انتم هذه خديتها ب 60 درهم وصافي، هادشي اللي خديت. صافي خديت غير هادشي، وجيت بحالاتي وشفت عجوزتي وشفت لوستي وشفت خالتي، وهادشي اللي كاين. كنت باغا نمشي حتى عند اختي، ولكن ما الوقت ما كفانيش نهائيا، وصلت حتى لمور المغرب عاد وصلت مع 7:30 عاد 7:50، ولكن مع لقيت الطاكسي مع مشيت للدار حتى 7:30. لغدا لي خرجت نوض الصباح مع داك 11، مشيت قضيت غراضي بالزربه ورجعت الوحده ونص، راني خارجه من الدار باش نشد التران ديال الجوج، ولكن ما لقيتش ديال الجوج، ركبت حتى للثلاثه، وكانت الدنيا عامره، وقلت مصاب يا ربي غير نلقى ديال الثلاثه خاوي، حيتاش ملي وصلت للاكار لقيت داك الدنيا عامره بحال هكاك، تخلعت قلت غادي نلقى هاد النهار كله بلانتا. وخديت هادي خديتها ب 20 درهم هكا. ملي كنكون كندير هكا روتينات في الدار وداكشي، كنحزم بالشيلان كنكرفصهم وما كيجيونيش وكيخنقوني وكيبقاو يزلقوا. لقيت هاد البوني هذا في هاد البابيون ب 20 درهم خديتها، قلت نجرب حتى الا عجبتني. داك الساعه قالت لي ايمان كاينين هنا في المدينه، واخا انا راني ما شفتش هادو، شفت غير هادوك اللي كيدارو كيتعصبوا من تحت الفولار كيجيو مزيرين بزاف، هادوك ما تيعجبونيش. هذه هذيك قلت لكم ب 20 درهم وصافي. هذا الشيء اللي كاين صراحه طنجه زوينه بزاف، الشمل كله زوين، ولكن خاصك لي الفلوس، خاصك الفلوس. راه غير الترونسبور دابا مشيت ب 180 درهم 171 درهم وجيت ب 171 درهم، صراحه شويه كاين الثمن. ها نتوما هاي 171 درهم، راه غير الكاميرا مقلوبه، مشيت ب 171 درهم وجيت ب 171 درهم، يعني 400 درهم غير الترونسبور غير ديال التي جي في، عاد زيد عليها بتي طاكسي.
ايوا هذا ما كان كنتمنى تكونوا نتوما كتستمتعوا بحياتكم، كتخرجوا كتدخلوا ولكن في حدود اكيد، وبالخاطر ديال رجالاتكم وبخبار لا فامي ديالكم. وهذا ما كان كنبغيكم بزاف ورمضان مبارك سعيد. كنتمنى تكونوا حتى نتوما قربتوا تساليوا الشغيلات ديالكم. انا ما بقى لي حتى شي حاجه صراحه، جليلي بتي راها دافعها الثانيه، دافعها قريبه توجد. البليغه اللي مازال ليا هذه خديت ليها السبابات اللي شفتوه معايا، مازال ليا غير البليغه الشال في الموف خديته ليها وصافي. خديت غير سامبل بحال هذا في الفيولي، واحد الفيولي زويون. المهم تنوري لكم حيت هي درتها كلها بالبرشمان في الموف، وبغيت ليها بحال هكا سامبل باش ما نجيش طرو شارجي. ايوا صافي هذا ما كان. تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله، غادي يكون واحد الفيديو زوين وكيعجبكم وكتسناوه من شحال هادي. السلام عليكم.